كل الحكايات اللي اتحكت النهارده ولسه البطولات ما انتهتش، ولسه مصر ولاده، بطل يسلم بطل وشهيد يسلم شهيد. في ده مصر هي حكايه النهارده وبكره وامبارح، حكايه رايه الفدا اللي بتتسلم من جيل لجيل ومن بطل لبطل ومن شهيد لشهيد. حكايه مصر ام الدنيا اللي اغنى من كل الدنيا، حكايه مصر العصيه على كل اللي حاول يقرب لها. مصر هدف كل محتل غاشم وهدف كل طامع، حكايه ابطالها اللي عمرهم ما سمحوا لحد يقرب ناحيتهم من الاف السنين ولحد النهارده. كل عصر يطلع بطل يحميها بروحه، يفديها بقلبه، ويقول اللي هيقرب لها هشيله من فوق وش الارض. حكايه النهارده حكايه بطل شهيد، بطل نسل ابطال. في 5 يناير سنة 2019 كنيسه ومسجد صغير في نفس الشارع، وقت صلاه العشاء لمح المصلين في المسجد ارهابي خسيس بيتسلل لسطح العماره اللي فوق المسجد وهو شايل شنطه. طلع ونزل من غيرها، شكوا فيه ما خافوش منه، جريوا ناحيته، هرب زي كل جبان. طلعوا لسطح العماره لقوا الشنطه طالع منها 3 فوهات موجهين ناحيه الكنيسه. بلغوا رجال الشرطه الابطال، جم خبراء المفرقعات وقوات التامين. طلع البطل الرائد مصطفى عبيد محمود سالم من اداره الحمايه المدنيه، غير وضع الشنطة عن اتجاه الكنيسة عشان يبعد عنهم الموجة الانفجارية وينقذ حياتهم وهم بيصلوا آمنين في ليلة عيدهم. بدأ في التعامل مع العبوات الناسفة، نجح في فك أول عبوة، وهو بيتعامل مع العبوة التانية انفجرت العبوة في البطل واستشهد، وأصيب معاه زمايله الأبطال من خبراء المفرقعات. فدا مصر. الشهيد الرائد مصطفى عبيد محمود سالم، بطل ضحى بحياته عشان ينقذ الكنيسة والمصلين. لما قلنا إن الشهيد مصطفى عبيد هو بطل نسل أبطال، ده ما كانش مجرد كلام، لأ ده واقع، لأن بطل حكايتنا النهاردة هو حفيد البطل شهيد القوات المسلحة المجند محمود سالم عبيد اللي استشهد خلال التصدي للعدوان الثلاثي على مصر سنة 56. الشهداء أبطال بيسلموا الراية لأولادهم اللي جايين ينوروا مستقبل مصر. ويوم عن يوم وانا بكبر بحس بحاجة طول الوقت نقصاني، عشانك انت، عشان بكرة، عشان ناس جاية بعدينا، عشان بلدي اللي حبيتها بعمري وروح انا فادتها مدى الحضن اللي واللي أولي. أمان عليك يا أبويا وانت في الجنة، ما تنساش كل ثانية ولحظة تدعيلي، عشان أنا غصب عني تملي بتمنى يجيلك يوم يا إما انت بقى.
في وقت البعد أكون جامدة وما ضعفش وغصب عني أنا بضعف لكن ما تخافش أنا هعرف برغم الحزن أكمل عمري يا حبيبي مدام بلدي بتبني وتعلى يوم عن يوم وتتقدم ومن الأول ده كان همي وده اللي عشان سال دمي يا شمس بلادي عمرك ثانية ما تغيب